xerecão no chão. Chão, chão, xerecão no chão. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد اصدقائي. قبل ما نبلش بعد الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 60,000 لايك. بعرف انكم كفو وقدها وبنقدر نجيبهم، فصا اصدقائي واتمنى من كل اسطوره قاعد بيشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط لايك ويشترك في القناه اذا ما كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي، المسابقه اللي على 3 فاير باصات راح تكون بعد ساعه او ساعتين تقريبا، ما بعرف راح تلحقوا عليها. على كل حال راح احكي عن المسابقه بنهايه الفيديو، للي حاب يعرف شويه شارك فيها تابع الفيديو للنهايه. بنهايه الفيديو ان شاء الله راح احكي عنها. شو راح يكون فيديو اليوم يا اصدقائي؟ فيديو اليوم راح يكون عن حدث فرسان العرب. طبعا بدي اياكم تركزوا معي كويس يا اصدقائي، وقبل ما نبلش بالشرح بتمنى منكم تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم، لانه كثير ما فهموا هذا الحدث، فبتمنى انه تشاركوا هذا الفيديو بكل مكان يا اصدقائي. فطيب، مثل ما انتم شايفين في جواز كثير، عن جد حدث اسطوري يا اصدقائي، تقريبا اضخم حدث بينزل باللعبه، وحدث مجاني بتقدروا تحصلوا منه على سكنات اسلحه، بتقدروا تحصلوا منه على هذا السكن، تقدر تحصلوا منه على اشياء كثير رهيبه. فكمان يا اصدقائي يعني هذا الحدث راح يضل يوم 24 شهر في اللعبه. طبعا انا كان لازم امبارح اشرح الحدث، ولكن اليوم هو نزل كامل، فاليوم راح اشرح لكم اياه. خلونا نبدا باول شيء اصدقائي. حدث الفرسان، قم بالتسجيل المسبق ليوم ذروه الحدث واحصل على مكافاتك في يوم 15 فبراير. اوكي، طبعا هون يا اصدقائي انه انت بتقدر تحصل على بطاقتين تبع دايموند رويال. الطريقه سهله كثير يا اصدقائي، كل ما عليك انه تيجي على الزر الاصفر اللي هون تكبس عليه، وهيك انت بتكون طلبت الجائزه مسبق. ويوم 15 فبراير ان شاء الله راح تقدر تحصل من هون على بطاقتين تبع ماكينه الاسلحه. ننتقل للشيء اللي بعده اللي هو هون يا اصدقائي. طبعا انه هون مهمات راح تكون بشكل يومي، واللي هي انه انت تلعب 4 ايام سكواد بتحصل على سكانر لثلاث ايام، وتلعب 8 مرات سكواد تحصل على سكانر 7 ايام، وتلعب 16 مره بتقدر تحصل على بطاقتين دايموند رويال. طبعا هذا الشيء راح يستمر يوم 11 و12 و13 واللي هو 13 فبراير، واللي هو مهمات المعسكر الاولى. طبعا في مهمات معسكر ثانيه كمان. اوكي، فطيب انا اصدقائي لعبت 10 ايام، فاوكي فانا بقدر اخذ هدول هلا. اوكي، هي 3 ايام و7 ايام سكنر. طبعا لسه هون لازم العب كمان 6 ايام عشان انه انا اقدر احصل على البطاقتين تبع دايموند رويال. اوكي، راح العبهم اليوم ان شاء الله. طيب يا اصدقائي، الشيء الثاني واللي هو عندنا حدث تبع تسجيل الدخول التصاعدي. قم بتسجيل الدخول لسبع ايام خلال فتره الحدث واحصل على الجوائز. اليوم الاول بتحصل على سكن دائم للام 14، اليوم الثاني بتاخذ دايموند رويال، الثالث صور لرافائيل، واليوم الرابع بتحصل على بطاقه النار، واليوم الخامس بكجات اسلحه، والخامس صور للفارو، واليوم السابع بتحصل على سكن الشنطه واللي هي بتعتبر الجائزه الكبرى بحدث تسجيل الدخول التصاعدي. طبعا هي شنطه خايسة يا اصدقائي. اوكي، انا سجلت دخول يوم واحد وبدا اليوم الحدث. طبعا الشنطة خايسة، بس لون بيتغير، ولكن جيبوها يا اصدقائي، يمكن تصير نادرة بعدين. اوكي، فلازم تسجل دخول كل يوم، يعني ده يوم واحد راح عليك فما راح تقدر تحصل على الشنطة. طيب هون عندنا يا اصدقائي حدث فرسان، اوكي، العرب، حدث ويب. طيب المكافأة الكبرى الفائز بالمركز الاول واللي هو هذا السكن، مثل ما انتم شايفين هذا السكن راح نحصل عليه ان شاء الله يوم 23 فبراير. طيب كمان في عندنا سكنات اسلحة دائمة، اختيار سلاح واحد لافضل 100 لاعب من البلدان الستة الاولى فقط في 23 فبراير. كمان في 23 فبراير في عندنا 600 لاعب راح يقدروا يختاروا سكن اسلحة من سكنات هاي دائمة. هذا الشيء راح اشرح لكم اياه بعد شوي بس ندخل على الموقع. وكمان في عندنا جوائز شخصية واللي هي هاي الشنطة النادرة يا اصدقائي، و20 بطاقة ماكينة اسلحة تبع ماكينة الاسلحة، و10 بطاقات جولد ريال. طبعا هدول الجوائز يعني راح يكونوا لكل لاعب، يعني مش للفائزين، مش للبلدان اللي بتكون فائزة، هذول راح يكونوا لكل لاعب. فكل ما عليك انه انت تجمع نقاط عشان تقدر تحصل على هاي الجوائز. طبعا هذا الشيء كله في موقع لسه راح ندخل عليه بعد شوي عشان اشرح لكم الموقع اكثر، اشرح لكم الحدث تبع فرسان العرب اكثر. وطبعا هون كمان عاطينا مثل نبدأ على الجوائز، طبعا هاي مكافأة التسجيل المسبق، بطاقتين تبع دايموند رويال، هاي شرحت لكم اياها قبل شوي انه تطلبهم مسبق وهيك. اوكي، وهون في عنا اصدقائي مهمات المعسكر الاول واللي هي شرحتها قبل شوي، انه تلعب 16 مرة عشان تحصل على الجوائز من يوم 11 ليوم 13، كل يوم بتلعب 16 جيم سكواد وبتحصل على هدول الجوائز. في عنا مهمات المعسكر الثاني واللي هي راح تكون على الخريطة، الخريطة لمدة يوم، الخريطة لمدة 3 ايام، وبكجين تبع سكن الاي كي، وراح تكون مهمات مختلفة كمان من يوم 14 ليوم 16، وراح يعني راح تكون يومين كمان مهمات مختلفة انه تمشي 40,000 متر وهيك. في عنا مكافآت تسجيل
الدخول، وكمان هاي شرحت لكم اياها قبل شوية اصدقائي. وطيب وهون في عنا اجمع توكن السيف الممقوف. اوكي هذا التوكن ما بعرف شو هو وما بعرف شو بنقدر نحصل يعني مقابل هذا التوكن. طبعا هذا التوكن راح يتوزع بشكل عشوائي يوم 15 فبراير يوم ذروة الحدث. كل ما عليك انه انت تلعب جيم، وبعد ما تطلع بالجيم راح يعطوك اياه. وكمان يوم 15 راح يكون في زيادة اكس بي وزيادة جولد وهيك. طيب هون في عنا أصدقائي المكافآت الشخصية، كيف راح تحصلوا على المكافآت الشخصية؟ اجمع النقاط والتوكن وبدلها بالجوائز. بس تجمع عنا أول تسجيل الدخول، أول شيء بتاخد 10 بطاقات جولد ريال، 150 نقطة بتاخد المظلة، 300 نقطة بتاخد لوحة التزلج، و500 نقطة بتاخد الشنطة هاي الحمراء، وعلى 1000 نقطة بتاخد 10 بطاقات ماكينة الأسلحة واثنين من التوكن تبع السيف هاد. أوكي وهون في عنا أصدقائي مهمات راح تكون مهمات فرسان العرب، مهمات راح تكون بشكل يومي. هاي المهمات راح تكون من هذا الحدث، يعني من هذا الموقع اللي رح ندخل عليه بعد شوي. بتدخل على هذا الموقع وبكتبوا لك شوية المهمة اليومية، فراح يعطوك مهمات يومية. انت لازم تخلص المهمات اليومية هاي، ولما بتخلص المهمة راح يعطوك 10 نقاط زيادة. وكمان كل يوم راح يكون في جائزة مختلفة، بيعطوك جائزة، بيعطوك باكج تبع سلاح، سكن سلاح او شيء مثل هذا. اوكي وكمان هون عندنا اصدقائي طريقة جمع النقاط. اوكي قاتل في وضع التصنيف واللي يعني في الرانكد، واجمع النقاط من اجل وطنك ولا تحصل على لقب فرسان العرب وتربح الجوائز. في عنا على البويا طبعا بوضع التصنيف واللي هو في الرانكد فقط، يعني بالكلاسيك ما بتنحسب. بس تجيب بويا بتحصل على 50 نقطة، دعوة صديق واحد واللي هو عن طريق كود رح نشرح هذا الشيء بعد شوي، بتحصل على 1 نقطة بالمقابل. وعلى كل كيل بتجيب 10 نقاط، وانهاء المهمات اليومية بتحصل كمان مقابلها 10 نقاط، وعلى جائزة حكينا عليها قبل شوي. كمان النقاط سوف تحتسب من افضل 100 لاعب فقط من كل دولة. وكمان يا اصدقائي النقاط راح تكون متضاعفة في يوم 15 فبراير ويوم 23 فبراير. يوم 15 فبراير راح تكون اكس 2 يعني 100 نقطة على البويا بدل 50، ويوم 23 راح يكون اكس 3 يعني يعني 150 نقطة على البويا بدل 50. طيب يا اصدقائي هون اول ما بتدخل على هذا الموقع لازم انه انت تختار الدولة تبعك، تختار بلدك. طبعا انا فلسطيني والمفروض انه انا اختار فلسطين، ولكن يا اصدقائي ما راح اختار فلسطين. اوكي راح اختار دولة تانية واللي هي دولة بتعز على قلبي كتير يا اصدقائي، واللي هي دولة الجزائر يا اصدقائي. اوكي راح نختار هون دولة الجزائر. طبعا ليش اخترت دولة الجزائر؟ اول شيء انا كتير بحب دولة الجزائر، وتاني شيء كمان الجزائريين كتير بحبونا احنا كفلسطينية. ثالث شيء يا اصدقائي انا مرة حكيت تحية للدول، حكيت تحية للمغرب وتونس وهيك، ونسيت انه احكي تحية للجزائر. ففي كتير جزائريين صاروا يكتبوا لي بالتعليقات انه انت ما بتحب الجزائر انت، وانا يعني هذا الشيء كان من غير قصد، انه انا نسيت بس انه يعني حكيت هاي التحية هيك بسرعة ونسيت انه انا اذكر الجزائر، فكتير زعلوا مني. بالعكس اكيد انا بحب الجزائر وبحب كل وكلنا عرب يعني، والتحيات لكل العرب لكل الدول ولكل شخص بتابعني. وطيب اصدقائي هون انا اخترت دولة الجزائر، ما بعرف اذا دولة الجزائر من الدول المتصدرة بهذا الحدث، رح نشوف يا اصدقائي. طبعا الحدث كتير بيعلق، اوكي يعني عن جد هذا الموقع رح يجنني يا اصدقائي، يعني عن جد اسوأ موقع بشوفه نزل باللعبة. اوكي يعني من امبارح احاول ادخل الموقع والموقع ما بينزل، حتى نزلت ستوري على الانستغرام والكل صار يقول لي انه هذا الموقع بيعلق عندنا كلنا مش عندك انت بس. فطيب رح احاول انه اشرح يعني، شوفوا مو مبين شيء، شوفوا حتى الصور مبين اكس والمهمات مو مبينه. اوكي طيب هون في عنا كيفيه اللعب ومعلومات على الموقع، وهون عنا الجوائز يا اصدقائي. واول شيء عنا واللي هي الجائزه الكبرى رح تكون هذا سكن مثل ما شفنا قبل شوي، هذا سكن تبع فرسان العرب يا اصدقائي رح تكون الجائزه الكبرى. طبعا هون كاتبين هم جائزه للدول الفائزه. اوكي يعني انا سمعت انه هي رح تكون للدولة الأولى المتصدرة، هذا السكن راح يحصلوا عليه انه الدولة الأولى اللي راح تتصدر بعد الحدث تبع فرسان العرب، ولكن هم كاتبين هون جائزة للدول الفائزة، الدول يعني مش كاتبين لو هذا السكن راح يكون لدولة واحدة كان المفروض يكتبوا الدولة، بس كاتبين للدول. وكمان في عندنا هدول سكنات الأسلحة اللي حكيت لكم عليهم انه في 600 لاعب كمان يوم 23 شهر رح نحصل على ذاك سكن، وكمان في 600 لاعب رح يحصلوا على سكن من بيقدروا ان هم يختاروا سكن من هاي السكنات ياخذوها دائمه يعني. اوكي فمين هم هذول ال 600 لاعب يا اصدقائي؟ 600 لاعب واللي هم رح يكون في 6 دول متصدره بهذا الحدث فرسان العرب. اول 6 دول متصدره يا اصدقائي يعني جمعوا نقاط كتير، هم اللي رح ياخذوا من كل دوله فيهم اكثر 100 شخص افضل 100 لاعب. مين هم افضل 100 لاعب؟ افضل 100 لاعب اللي بيكونوا اكثر
يعني اكثر لاعبين جمعوا نقاط. مثلا خلينا نقول المغرب احتلت المركز الاول, فراح اكثر 100 لاعب من المغرب جمع نقاط هو راح يقدر ويحصل يعني 600 لاعب. اوكي شيء واضح, ما بده شرح كثير يا اصدقائي كيف يمكنهم الحصول على الجائزة الكبرى. المهمة اليومية العشوائية, كسب نقاط عن طريق دعوة الاصدقاء, الحصول على القتل والبوية, الوضع المصنف, احصل على الاقل 500 نقطة خاصة بك, تتحسب النقاط فقط دولة من قبل افضل بلا بلا بلا. اوكي عن جد ما بعرف صراحة, اللغة العربية ضعيفة كتير, لسه بحكي هذا الشيء دائما باللعبة, اللغة العربية كتير ضعيفة, او انا يمكن عربيتي ضعيفة ما بعرف. على كل حال هون الرتبة الحالية هون لازم يكون في 6 دول متصدرين, واللي هم اكتر 6 دول جمعوا نقاط بحدث فرسان العرب, ولكن لانه الموقع بيعلق ويعني عن جد ما بعرف ليش يا اخي, ليش الموقع هيك يعني. شوفوا مو مبين حتى الدول المتصدرة هون, طبعا لازم يكون في 6 دول متصدرة, فما بعرف حتى الجزائر اذا كانت من الدول المتصدره او لا يعني, ما بعرف والله العظيم مو مبين شيء من الموقع. على كل حال لازم يكون في 6 دول متصدره هون, والست دول هذول يا اصدقائي اللي راح يفوزوا بسكن, وكمان من كل دوله فيهم 100 شخص راح يقدر ياخذ سكن دائم يوم 23 فبراير. وكمان مش يعني ما بعرف اذا الدول هذول كلها يعني, انا حطيت الجزائر اذا كان مثلا الجزائر من 6 المتصدرين راح نحصي كل الجزائريين راح يحصلوا على سكن او لا, فلسه ما بنعرف صراحه. طيب هون نقاطك يا اصدقائي, نقاطي 1180, طبعا لعبت رانكد وجبت بويا وجبت كلات, فهدول النقاط انا جمعتهم. اوكي فهون انا 1180 يعني بقدر احصل على البطاقات دايموند رويال وهيك. فطيب هون عندنا مهمات يوميه اللي حكيت لكم عليها قبل شوي, هاي مهمات راح تكون بشكل يومي هون بالحدث. يمكن يقولوا لك مثلا انه العب كلاس سكواد 5 مرات, العب كلاسيك مرتين, العب رانكد 10 مرات. اوكي لما بتخلص هاي المهمه اليوميه اصدقائي بتحصل على جائزه من هون, وكمان بتحصل على 10 نقاط. فبشكل يومي ليوم 24 فبراير راح تقدر انه انت يكون في عندك مهمات تخلصهم وتحصل على 10 نقاط ديفول لك اياها في بروفايلك, ويعني تحصل على جائزة. راح يكون كل يوم في جائزة مختلفة على المهمات اليومية. اوكي وهون كمان يا اصدقائي في عنا رمز الدعوة الخاص بك, طبعا انا حكيت لكم قبل شوي انه دعوة يعني كل ما تسوي دعوة لصديق يعني يكتب كل شخص طبعا بس يدخل على هذا الحدث رح يلاقي رمز خاص فيه. اوكي طبعا هذا هو الرمز الخاص فيني انا, بس ما بعرف وين بندخل هذا الرمز. اللي بتعرفوا يا اصدقائي هذا هو الرمز تبعي, بتمنى منكم كلكم تاخذوا هذا الرمز وتدخلوه. طبعا بس انتم تاخذوا هذا الرمز تبعي وتكتبوه انا رح اكسب. شوفوا كاتبين 67 A-O. والله A-O شعار كلاني يا اصدقائي. عن جد صدفة غريبة. على كل حال كل لاعب بياخد هذا الرمز تبعي وبيكتبه انا راح احصل على نقطة اضافية. فاوكي يا اصدقائي بتمنى منكم كلكم تكتبوا هذا الرمز عشان نقاطي ترتفع, بس انا نقاطي ترتفع طبعا هذا الشيء راح ينحسب كمان لدولة الجزائر, واذا ما كانت من المتصدرين ان شاء الله راح نخلي دولة الجزائر تصير من الدول الستة المتصدرين باذن الله. فمثل ما حكيت لا تنسوا, ما بعرف وين الطريقة, ما بعرف الطريقة اللي بتقدر انه انت تدخل فيها هذا الكود, كان شرحت لكم اياها, بس والله المشكله مو انه انا ما بعرف, المشكله انه الموقع بيعلق يا اصدقائي يعني في تعليق كتير, ولكن انا قاعد يعني راح اقص هذا الشيء كله بالمونتاج. اوكي فطيب هذا هو كان الحدث يا اصدقائي, يعني لازم انه انت تجمع نقاط من الاخر هيك. اوكي لازم انه انت تجمع نقاط وتسوي دعوه للاصدقاء ان هم يكتبوا هذا الكود تبعك. كل ما بتعمل دعوه, كل ما حدا بيكتب الكود تبعك راح تحصل على نقطه, وكل ما بتلعب جيم رانكد كل كيل بيعطوك عليه 10 نقاط, وكل بويا بيعطوك عليه 50 نقطه, وكل اوكي. وهون كمان في عنا اصدقائي اللي حكيت لكم عليهم قبل شوي اللي هو كيف تحصل على 20 بطاقه ماكينه اسلحه والشنطه الحمراء والاشياء هاي, طبعا هذا الشيء كله لازم يكون هون, واللي هو يعني ما بعرف. شوفوا عن جد يعني ليش الموقع هيك يعني عن جد ليش. اوكي كيف بدي اشرح الحدث انا, كيف يعني كيف برح اشرح يعني. عن جد بعتذر منكم اصدقائي اذا كان الشرح مش مفهوم كتير, بس هذا الشيء كله بسبب التعليق من الحدث يعني من الموقع نفسه. اوكي فهون كاتبين طبعا هون لازم يكون في جوائز, انا مجمع 1180 نقطه, فهون لازم يكون في جوائز بقدر استلمها, وكمان بقدر انه انا احصل على 2 توكن, لانه يعني لازم انه انت تجمع 1000 نقطة بتحصل على 10 بطاقات جولد رويال و20 بطاقة دايموند رويال, وبتحصل على سكن تبع الشنطة الأحمر وعلى لوحة تزلج ومظلة, ولكن يعني ما بعرف الموقع معلق يعني. أنا مجمع نقاط يعني المفروض أنا بقدر أحصل عليهم كلهم الآن. أوكي طبعا هون عندنا قائمة المتصدرين, دولة الجزائر
ما بعرف إذا دولة الجزائر من المتصدرين أو لا، بس أنا عندي نقاط. شوفوا مجموع النقاط عندي 1180، ومجموع البويا 4 بويا جايب، هذا اللي لعبت اليوم طبعا، ومجموع القتل 98 كيل جبت. ف ما بعرف يعني إذا دولة الجزائر من الستة المتصدرين أو لا يا أصدقائي. ف يعني الموقع معلق، يعني ما كيف راح أشوف الموقع معلق. أوكي، فطيب هون لازم يكون في 6 دول متصدرين يعني، اوكي عالمي 100، اوكي حطيني انا بالعالمي وانا مش حطيني انا لحالي بس علي عمر وعلم الجزائر وانا لحالي بالموقع، كانه انا لاعب فري فاير الوحيد كله من بسبب الموقع. اوكي طبعا اقليمي هون، اقليمي انا حاطيني كمان الاول على دولة الجزائر، ما اكيد في قبلي انا مش الاول يعني، اكيد في قبلي ما بعرف، بس الموقع معلق يا اصدقائي. على كل حال يعني بعتقد انا شرحت لكم الحدث هيك 100%، يعني الحدث مفهوم يا اصدقائي ما بده شيء، واهم شيء لازم تركزوا عليه في الحدث يا اصدقائي واللي هو جمع النقاط. طبعا جمع النقاط مثل ما حكيت يا اصدقائي في تقريبا خمسة طرق لجمع النقاط. الطريقة الأولى واللي هي مهمات يومية راح تكون بالحدث، أنت كل يوم تدخل للموقع راح يكتبوا لك شوية المهمة اليومية، أنت بتخلص المهمة اليومية وبتحصل مقابلها على 10 نقاط. طبعا الطريقة الثانية للحصول على النقاط واللي هي دعوة صديق، تعطي لأصدقائك الكود تبعك، يكتب الكود تبعك راح تحصل على نقطة مقابلها، كل واحد بيكتب الكود تبعك تحصل على نقطة. والشيء الثاني واللي هو أنه أنت تلعب رانكد، يعني كل بويا راح تجيبها راح تاخذ مقابلها على 50 نقطة، وفي عنا انه كل كيل بتجيبه بتاخذ كمان مقابله 10 نقاط، اوكي والمهمات اليومية 10 نقاط كمان. وكمان شيء مهم يا اصدقائي حكيت عليه وراح ارجع احكي عليه مرة تانية، واللي هو نقاط متضاعفة راح تكون يوم 15 فبراير، يعني يوم 15 فبراير راح يعطوك اكس 2 النقاط، يعني بدل ما يعطوك 50 نقطة على البويا راح يعطوك 100 نقطة على البويا. وكمان يوم 23 فبراير النقاط راح تكون متضاعفة اكس 3، يعني انه بدل ما يعطوك 50 نقطة على البويا راح يعطوك 150 نقطة. فلا تنسوا تلعبوا يوم 15 ويوم 23 شهر، ولا تنسوا تسجلوا الدخول تصاعدي 7 ايام عشان تحصلوا على الهدايا تبع تسجيل الدخول، ولا تنسوا كمان تنهوا المهمات اليومية. فالحدث ضخم كتير يا اصدقائي، والجائزة راح تكون هذا السكن اللي حكيت لكم عليه قبل شوي، وكمان راح يكون في سكنات اسلحة مثل ما حكيت ل 600 شخص راح يقدروا ان هم ياخذوا سكن سلاح دائم مجاني. فطيب اصدقائي هذا كان الفيديو لليوم، وهذا كان الحدث الملقلق، اوكي الحدث الملقلق اوكي. فبتمنى ان الشرح يكون كان مفهوم يا اصدقائي، وبتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم بكل فيديو جديد عن فري فاير، وتشاركوا هذا الفيديو في كل مكان ومع اصدقائكم عشان الكل يفهم هذا الحدث. وطيب بالنسبه للمسابقه يا اصدقائي اللي على 3 فاير باصات راح تكون ان شاء الله بعد ساعتين تقريبا على حسابي على الانستغرام، ما بعرف اذا راح تلحقوا عليها، بس ما بعرف اللي راح يشوف الفيديو يمكن اول 20 30 الف واحد راح يشوفوا الفيديو يمكن يلحقوا عليها. فطيب شروط المسابقة، تشترك في القناة تفعل جرس التنبيهات، ثاني شرط تابعني على الانستغرام تسوي لي فولو على الانستغرام، وهي اصلا المسابقة راح تكون على حسابي على الانستغرام ورابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف الديسكريبشن بوكس. فان شاء الله بعد ساعة او ساعتين راح اعمل روم يا اصدقائي، وراح انزل ستوري فيو الاي دي وكلمة السر تبعت الروم. طبعا لازم تكون سريع ومن اول اللي يشوف الاي دي وكلمة السر تبعت الروم عشان تقدر تاخذهم وتشارك. بعد ما ينتهي الروم راح نقول جو، واللعب راح يكون على المراكز الاولى، المركز الاول والثاني والثالث هم اللي بيكونوا الفائزين، ولكل اسطورة فيهم راح اشحلوا الفاير باس باذن الله. فطيب اصدقائي هاي هي كانت المسابقه، اذا كنتوا حابين تشاركوا فيها فمره ثانيه رابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس. وسو يا اصدقائي لايك، بنكون وصلنا نهايه الفيديو، كان معكم علي عمر واشوفكم ان شاء الله على خير.